زي ما تعودنا اكسترا نيوز بترصد لينا الوضع على الارض من المحافظات المختلفه. هذه المره زميلنا محمد محروس مراسل اكسترا نيوز في الاقصر رصد لينا مدى توافر السلع الغذائيه في المجمعات الاستهلاكيه. نتابع. هيبر المصرية 2000 الجديد الذي تم افتتاحه مؤخرا هنا في محافظة الأقصر على مساحة 500 متر ومكون من طابقين يتم توفير فيه السلع الغذائية والسلع الأساسية بأسعار مخفضة. هذا الهيبر أو المجمع الاستهلاكي الكبير يتبع الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة التموين. في هذا المجمع يتم توفير مختلف السلع الغذائية والسلع الأساسية بأسعار مخفضة. هناك تخفيضات تتراوح ما بين 15 و30% على مختلف السلع الأساسية. على سبيل المثال الأرز هنا في يعني هذا الهيبر، أجود أنواع الأرز تباع ب 14 جنيها للكيلو الواحد، فيما يعني يباع الأرز السائب بحوالي 10 جنيهات. طبعا هناك تخفيضات على مختلف السلع الأساسية، أيضا اللحوم المجمدة واللحوم المبردة. هناك اللحوم البرازيلي على سبيل المثال يباع الكيلو ب 79 جنيه للكيلو، فيما تباع اللحوم البلدية ب 115 جنيه. طبعا هذا يوضح أن هناك تخفيضات كبيرة على السلع الأساسية في هذا المجمع وهذا الهيبر الكبير، والذي يقع في منطقة حيوية بالقرب من محطة القطار ومواقف السيارات. منذ افتتاح هذا الهيبر منذ أسابيع ويشهد إقبال كبير من جانب المواطنين نظرا لوجود تخفيضات على السلع الغذائية والسلع الأساسية. طبعا يتزامن ذلك مع توفير السلع الأساسية والسلع الغذائية بأسعار مناسبة في مختلف المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لوزارة التموين. هناك حوالي 9 مجمعات استهلاكية منتشرة في مراكز ومدن المحافظة توفر مختلف السلع الغذائية والسلع الأساسية بتخفيضات كبيرة، خصوصا في ظل الظروف الراهنة. وطبعا هناك جهود كبيرة تتخذها الدولة للتخفيف على المواطنين والحد من حالة التضخم التي شهدها العالم أجمع. طبعا هنا في محافظة الأقصر هذا الجهد واضح في هذه المجمعات الاستهلاكية بتزامن مع طرح هذه السلع الغذائية والسلع الأساسية. هناك حملات تموينية مكثفة على الأسواق لضبط الأسعار في المحلات التجارية وفي الأسواق، وتوفير سعيا لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة. كانت هذه إطلالة سريعة من هيبر المصرية 2000 الذي تم افتتاحه مؤخرا هنا في محافظة الأقصر لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة. أشكر حضراتكم على طيب المتابعة، والآن عودة إلى الاستوديو. طبعا شكرا لزميلي محمد محروس على هذه الرسالة من أحد المجمعات الاستهلاكية في الأقصر.